أذكركم بفروعنا الرياض، مخرج 29، شارع بلال بالرباح، وخميس مشيط، فرعين الخالدية وحي الضيافة. والتصوير من فرع جدة، شارع 60، شمال دوار الفلك مقابل البيت. واللي طلبوني أصور لهم قسمة شوكليت، طلباتكم أوامر، وتعالوا نشوف اللي متوفر فيه. طبعا متوفر عنده جميع أنواع الشوكولاتات اللي تحبوها، المحلية أو المستوردة، وراح تاخذوا كل مجموعة ب5 ريال. ما نسينا الأطفال، وفرنا لهم الحلويات. كل ما لذة وطاب راح تلاقوه عندنا في شركة مجمع الشامل بس 5 ريال. كله 5 ريال. الفليك والمارس ومنتجات نستلة، وهذه الحلاوة الجميلة كثير يحبوها، والكيت كات والتويكس والسنيكرز، جميعها متوفرة عندنا وبس 5 ريال. هنا ما شاء الله قسم ثاني للشوكليت. ودي المرة الدلع اللي بيعملوا دايت ورجيم وبيروح الجيم، وفرنا لكم من الشوكليت بدون سكر، جاينا بقطع الفواكه او بالشوفان، وراح تاخذوا كل مغلف بهذا الشكل ب5 ريال. طبعا هذه مستوردة جدا جميلة. متوفرة عندنا منتجات كادبري بالاوريو او السادة، واللبان بأشكال وألوان مختلفة، عفوا بأشكال وأنواع مختلفة. ما شاء الله تبارك الله، جميع ما تفضلوا وتحبوا متوفر عندنا في شركة مجمع الشامل. تعالوا نورونا بزيارتكم، خذوا جميع اللي تحتاجوه من عندنا. هنا ما شاء الله تكمل القسمة الشوكليت. الكوكيز، السنيكرز، وعندنا هذا البسكوت الجميل، راح تاخذ العلبة ب5 ريال. التصوير من فرع جدة، شارع 60، شمال دوار الفلك مقابل البيت. وبكذا ننهي تغطيتنا لهذا اليوم. أشكركم على المتابعة، واللي عنده أي استفسار أو انتقاد يكتبوا لي على الخاص. لا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. شوفوا معايا، عفوا،
وبما انه ويكند يعني طلعات وجمعة الاحباب، اللي عليكم جهزوا قهوتكم وحلاكم موجود عندنا، جميع انواع الشوكليت اللي تحبوه وتفضلوا، المحلي او المستورد جميعه متوفر. تعالوا نشوفها. متوفرة عندنا جميع انواع الشوكليت اللي حابينه، المحلية او المستوردة. طبعا ما ننسى الاطفال، وفرنا لهم الحلويات. موجود عندنا سنيكرز والمارك والكتكات والتويتس، جميع اللي تحبوه، وراح تاخذوا كل مجموعه بخمسة ريال. متوفر عندنا كمان بعض من انواع الشيبسات. موقعنا جده شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيت. موجود عندها كمان حلاوة كراميل او حلاوة بقرة. ما شاء الله القسم كبير ومتنوع. معايا ما شاء الله، كل ما لذ وطاب راح تلاقوه عندها في شركة مجمع الشامل، واي قطعة راح تاخذوها بخمسة ريال. موقعنا جدة شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيت.